ازاي العب سوبر اماراتي هنا في استاد بجمهور والعب سوبر مصري بره مصر، ازاي امن جمهور بتاع ليبيا او اي بلد من بلاد الشقيقه في وجود طبعا الجمهور المصري، وازاي عندي مشكله في جمهوري. عاوز رايي يعني؟ يا ريت. لو ما فيهاش احراف يعني. الامن بتاعنا بيخاف. الامن المصري بيخاف من الجمهور وعنده رهبه في مواجهتهم. المواجهه بتاعته لانه هو المواجهه بتاعت الامن عباره عن يدخل يضرب غاز يضرب ميه فيحصل مشكله فالدنيا تتطور لكن مع العرب الامور هتبقى لطيفه وهاديه ومفيش مواجهه. لكن انت تواجه، هو لازم مواجهه بلده، مواجهه بحاجات تانية كتير. ان يبقى دخول منظم، ان اللي داخل بتذكره، اللي مش يجي بتذكره هنضطر نقول له عن اذنك، لو اعترض هنقبض عليه هنوديه نعمل له دخول عنوه على مكان، عادي بيحصل. قانون، مش هضربه ولا هعمل فيه اي حاجه، اتفضل خده وديه على الاسم اللي تابع ليه الاستاد، اعملوا الدخول عمره في مكان غير مصرح بيه وحوله القضيه. يبقى في امور واضحه وفي قواعد واضحه، كل حاجه تتحل في مصر، في الرياضه وفي الامن وفي الجمهور، والجمهور يدخل ويشجع ويقول هتافاته سواء كانت ضد او مع حد. لكن في جميع الاحوال الامن في مصر لان هو المتحكم الحقيقي والاساسي في الكوره في مصر في الفتره الاخيره. نتمنى ان الفتره الجايه يبقى في تنظيم احسن من كده، في تعاون افضل من ده. لكن انت بتسال سؤال اجابته عندي الامن. ليه هيبقى السوبر المصري السوبر الاماراتي هيتعمل في مصر؟ ودي حاجه على فكره لو تعلمونا كبيره سياحيا واسم مصر بيدخل في منطقه. شفت الاحداث الشغب دي؟ الوحدات والرمسه بالاردن طبيعي باي حته. ما هو قبل الثوره ما كان بيحصل احداث شغب في الجمهور ويزقلوا ويتخانقوا ويرموا طوب وبتاع، طبيعي وبيحصل. وحصل في الجزائر سنه 2002 مصر والجزائر لما زقلوا رموا الازايز. ده الجمهور اترمى عليه طوب من بره الاستاد. ممكن يكون في مساكن حوالين الاستاد. مطره معديه بس لكن اللي هنا في مصر طبعا بيحصل في كل حته في العالم. في من جوه الاستاد دب اهو. ايوه من بره الاستاد ازاي؟ جمعه الامن اهو. جمعه الامن اهو. طبعا اي مكان في العالم بيحصل فيه المشاكل دي، خصوصا الاماكن اللي هي ما يطلق عليها العالم الثالث. يعني ما تلاقيش شغب جماهيري ابدا بالمنطق ده في اوروبا. ولا تلاقيها في اي مكان يعني جمهوره اكثر عقلا واقل تعصبا. ماتش روسيا وانجلترا قبل اليورو كان مجزرة. ما انا لسه بقول اقل، لما قلت اوروبا ما قلتش روسيا ابدا. روسيا لا بلا اعتبار باوروبا يعني. قصدي اوروبا اللي هي ايطاليا والمان الانجليز الهوليجانز وقفت. ليه وانتوا شغالين مع بعض؟ مش اوروبا برضه. مش مع بعض نص ساعه تصف اللي بقول لك ايه وانجلترا مش اوروبا برضه. لا اوروبا طبعا. بقول لك ايه الناس دي ما تقعدش مع بعض ولا ايه؟ احنا بنقعد بس يعني ما نقعدش مع بعض على فكره. ايه علاقه طيب. ده بالاتفاق؟ لو انا كلمت عن جماهير النادي الاهلي ده نزلوا الملعب. ده نزلوا خلاص الجماهير دي قلبت مطحنه. ما هو احنا مصر دايما اساس والباقي كله وراها. عملناها كتير. جمهور مصر عملها كتير. لو افتكر ماتش الزمالك مين راجل ابو جلابيه؟ ما حدش عارف بقى. لازم نلاقي راجل ابو جلابيه بشرط. ده عامل زي ابو سعيد. اوبا لو جينا قلنا ده مات وبينه. ده عايز يتضرب على الحواجز. ده لو جينا قلنا جمهور النادي الاهلي وانا في حديث مع المهندس محمود طاهر قال لي ان في حصل اتصال مع وزير الداخليه، وزير الداخليه وعده قال له زمن التجاوزات انتهى، وقال له في تامين كامل سواء لتمرين النادي الاهلي للتعاون مع الجمهور. والمهندس محمود طاهر قال لي الناس اخذه فكره غلط ان انا كنت يعني مدي فرصه للجمهور او داعي للجمهور. انا كنا بنسمح للجمهور يخش، ما كانش فيه تجاوز، ولكن احنا كلنا الداخليه وكلنا مع اكتر من مره اي تجاوز لازم يحصل تعامل مع الجمهور. فمش عارف مين هيامن نفسه من مين ومين هيحمي مين والغلط عند مين. طيب هروح للاول القصه بتاعت السوبر الاماراتي. طبعا حاجه كبيره جدا ان السوبر الاماراتي تتلعب في مصر، تتلعب بجمهور، هيبقى في جمهور مصري كبير جدا، معمول له ترتيب لدخول جماهير بشكل كبير وبشكل تاميني في استاد الدفاع. انت حضرت المؤتمر بتاعه هناك يا بقى. انا حضرت المؤتمر هناك وبتاع، والناس مهتمين فوق الوصف وفرحانين. بقول لك معلومه ان كان في ثلاث مدن او ثلاث دول هتستضيف السوبر الاماراتي. المانيا كانت مرشحه وانجلترا ومصر. وكان سؤالي في المؤتمر بالنص كده بقول للمسؤولين الاماراتيين يعني اما تقول لي انا رفضت انجلترا ورفضت المانيا عشان العب السوبر في مصر ده مش منطقي. ده المنطقي. انا قلت له كده. انا سؤالي كان واضح قلت له كده. انا بجاوب عليك.
بصراحه انا رد الراجل اقنعني بشكل قال لك ايه بجد هم حابين يلعبوا في مصر هم حابين يلعبوا في مصر وشايفين ان السوبر هيطلع كويس في مصر فبالتالي السوبر الاماراتي هيبقى فيه جمهور وهيطلع بشكل كويس الدوري المصري وانا بقول لك هو كابتن سيف هيبقى فيه جمهور السنه دي داخليه هتدخل جمهور السنه دي والجمهور هيدخل وهيلتزم والجمهور اللي مش هيلتزم كان في مقدمات الفتره اللي فاتت بعد مكالمه مهندس محمود طاهر مع سيد وزير الداخليه اللي هقول لك منها جمله بالنص يعني الفتره اللي فاتت حصل ان النادي الاهلي او المهندس محمود طاهر اجبر على وجود جماهير في وقت معين زي ما نادي الزمالك يبقى مانع مثلا جماهير ويلاقيهم موجودين ما بيبقاش شغل رؤساء الانديه او ادارات الانديه شغل بيبقى في رؤيه من الامن بس هيختلف مع شادي هنا ان الامن لا يخشى الجماهير خالص ولكن الامن خايف على الجماهير فانت لازم الاول بتحذر بتعمل خطوات استباقيه بس ده غلط خطوات الاستباقيه حصلت بس ده غلط ماشي بس الخطوات يعني المره فاتت مرتضى منصور عمل مشكله في ماتشه كويس بتاع افريقيا وهو كسبان كويس انا ما ينفعش ان انا اعمل اتفاق معين مع الداخليه وان انا اجيب الناس الجمهور على نادي الزمالك وافتش الجمهور واطلع جمهور في اتوبيسات والجمهور يشقى ويتعب ولا كويس الناس قاعده في المدرجات كويس ده غلط ده انا معاك في الحته دي لكن في حصل بقى مقدمات الفتره اللي فاتت زي ايه زي القبض على مجموعه من بيوتها حولوهاش للنيابه ليه طيب لغايه دلوقتي حاطينهم في الاسم لا 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 هو موضوع في شد لا في شد ودي كده على فكره عايز اقول لك حاجه في قانون كان في اجتماع في مجلس الشعب اول امبارح كويس عندك معلومات عنه اسمع منك لا انت عندك معلومات لا ما عندكش معلومات جديده دي اه يعني خليني اقول اي حاجه قول بقى انت اديتني حافز كده ان انا اقول اي حاجه محدش اتقبض عليه طب انا لا لا المعلومات اتقبض لا لا اتقبض عليهم